تعرضت الفنانة نشوى مصطفى إلى أزمة صحية شديدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث نقلت إلى إثرها إلى المستشفى بعدما شعرت بآلام في منطقة الصدر، وعلى الفور أجريت بعض الفحوصات الطبية السريعة ليؤكد لها الأطباء تعرضها لذبحة صدرية. قالت الفنانة في تصريحات خاصة إنها نقلت إلى إحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين بالقاهرة، حيث اكتشف الأطباء تعرضها لذبحة صدرية وكسور حاد بالشريان التاجي. وأضافت الفنانة نشوى مصطفى إن الطبيب المعالج لها أبلغها بضرورة إجراء عملية تركيب دعامات بالقلب وإخضاعها لجراحة عاجلة، مشيرة إلى إنها ما زالت بالمستشفى لقضاء فترة ما بعد الجراحة ولحين استقرار حالتها. وطلبت الفنانة نشوى مصطفى من الجمهور الدعاء لها بتمام الشفاء، وأن تمر تلك الأزمة بسلام حتى تستطيع العودة إلى أسرتها وأعمالها الفنية التي تستعد لها خلال الفترة الحالية. من جانب آخر، انتشرت مؤخرا بعض الأخبار حول اعتزال الفنانة نشوى مصطفى، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدا، لتخرج بعدها الفنانة وتنفي هذه الأخبار مؤكدة إن البعض قد فهم حديثها بشكل خاطئ. كشفت نشوى مصطفى إنها خرجت خلال بث مباشر عبر حسابها بموقع تيك توك، وتحدثت عن فكرة الاعتزال التي تراودها منذ فترة طويلة بسبب قلة الأعمال المعروضة عليها، لكنها لم تقرر الاعتزال بشكل فعلي، إلا إن البعض فهم الأمر بشكل خاطئ، وإن معنى حديثها هو اتخاذها قرار الاعتزال بشكل فعلي. وأضافت نشوى مصطفى إنها تستعد حاليا لبطولة مسلسل درامي كبير سوف يعرض في شهر رمضان المقبل 2025، تعاقدت عليه منذ أيام قليلة وستكشف تفاصيل دورها في الوقت المناسب. يذكر إن أحدث أعمال الفنانة نشوى مصطفى هو مسلسل إمبراطورية ميم، والتي شاركت في بطولته مع الفنان خالد النبوي ونور النبوي، وعرض في شهر رمضان المبارك الماضي، حيث حقق نجاحا كبيرا لا بأس به، وشهدت عودتها إلى الأضواء بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات من الاختفاء عن الدراما التلفزيونية.